مين فيهم العيل الصغير اللي بتدور عليكم؟ الله يخرب بيتك يا هضبي، جايب لي مدرسة؟ أنت مش بتقول عيل صغير تايه؟ أيوه عيل واحد. ما هم دول كل العيال التايهين من أسيوط لحد سهاج. رجعهم لأهاليهم تكسب ثواب. إيه؟ يعني مش واسطيهم يا حاج؟ لا، لقينا خلاص. ماشي يا حاج. وموضوعي عملت فيه إيه؟ جواز السفر يكون عندك قريب وهتحج. الخير اللي عملته النهارده ان شاء الله يدخلك الجنه حتف. رجع العيال الناس يا هضبي. ماشي يا حاج. مش هتقول لي خدك ورحتوا فين؟ بصي انا بقالي 10 سنين محدش سألني كنت فين ولا رحت فين. يعني مش هتقول دي أول حاجة، وتاني حاجة لما يبقى أخويا الكبير هنا حسك ما يطلعش وما تصغرينيش قدامه عشان ما أعملش معاكي حاجة تندمي عليها طول عمرك. بدرة ما تخليش اللي جوايا يطلع. هو انتوا كنتوا هتدوروا عليها في البحر؟ اهدي انت كمان هتركبينا يا بدرة؟ صندوق قديم. صندوق؟ ايوه. جواهي ورق مهم. ورق مهم، ورق مهم. ها؟ حجج الطين كلها في المنظرة القديمة اللي هدها وانت غايب. هدها هدها، هو حر. انت ليه مش حر؟ بدرة هتسكتي ولا لا؟ ورق حسابات قديمة. وهو قال لك ان الحسابات القديمة غرقت في البحر وانت صدقته؟ عاوزة توصل لإيه؟ الحقيقة. الحقيقة يعني. انت ما تعرفش انا عملت ايه وانت غايب. عملت ايه؟ اللي هنعدوه ونزيدوه قدامك حاجة من التنين، يا تسكتي يا حرب عليك اليمين. برضه هتنامي جاري؟ والله ما هخش اوضته، ده راجل كداب. يا ما ابوي شكله مهموم والغربة هدته، ما تبقيش انت والايام عليه. الغربة هدتني انا بس، النار اللي جوايا ما علمهاش الا ربنا. شفت اللي حصل النهارده؟ ايه؟ زهرة ما تبقيش تحكي لي. ما فيش. ايه شغل عيال صغيرة ده؟ ابدا، جيت البيت لقيتك لا انت ولا ابوي، وعمي توحيد جت سالت عليكم. مش عوايدها يعني تيجي توحيد؟ تلقى ابوي وحشها. ما بقتش فاهمه العيله دي خالص. اتخمدي. وبعدين يا محمد اخرتها ايه؟ مركبك هتلسع على ايه؟ هتشيل مين ولا مين؟ قلت لك روح، مش ناقصة هبل. في يا مناع؟ عاوزين من راجل عمل فيها عبيط يا عم الحاج. واحنا مالنا ومال مخاريج ربنا نزعجوا لهم ليه؟ تعال يا ولد.
عاوز اي حاجه؟ خشوا عني لو قول يا مناع سيبنا وحدنا. يا عم الحاج ده عبيط عبيط يحورك ولا حاجه. قلت لك غور. تعال يا ولد. عاوز ايه؟ عاوز قرش. هو في قروش دلوقتي؟ استنى. قول. دي احسن. لا. عاوز قرش. فكها قروش زي ما انت عاوز. اسمك ايه؟ محمد. اسمك حلو. احلى اسم. الحمد لله. ادعي لنا يا ولدي. ربنا يكفيك شر نفسك واللي حواليك. الحمولة تقيلة يا ولدي. شيلها وقول يا رب. تلاقيها مش قاعدة وكتفك فاضي. يا رب. قال يا رب. قال يا رب. هيجي لك ولد. أنا عندي ولاد وخلاص كبرت يعني. لا. هيجي لك ولد ترعاه ويبقى مرعي. مرعي وتبقى فرحة فرحة كبيرة. انت هتقول ايه؟ جت اهي. اتمسى بالخير يا عم الحاج. فرحة انت شفت الراجل اللي كان واقف معايا دلوقتي؟ ما شفتش غيرك يا عم الحاج. سبحان الله. مناع مناع. نعم نعم. خير يا عم الحاج؟ الراجل اللي كان هنا طلع قدامك؟ معرفش انا كنت جوه. تلقاه غار في داهيه. عملك حاجه؟ لا لا. روح انت يا مناع. حاضر. عاوز حاجه يا عم الحاج؟ متشكر يا فرح. فرح انت مين اللي سمك فرح؟ ابوي الله يرحمه اتولدت للتلاقيت. تكونيش انت فرحه اللي قال عليها الراجل؟ انهي فرحه وانهي راجل؟ والله ماني عارف يا فرحه. تصبح على خير يا بنتي. سبحان الله. برضو كده الغيبة دي كلها ما تسألش على مهران. يا سلام. ده انا سألت عنك كل الناس. سألت مين؟ سألت فرحة ومناع وستك واخوالك. اقول لك حاجة بس ما تزعلش. قولوا مش هزعل. وانت مسافر ابويا جه هنا. هنا فين؟ هنا في البيت وسلم عليا واداني فلوس وقال ان هو ياخدني انا واختي تجوى نعيش معاه باي طريقه. انت قلت له ايه؟ الصراحه ولا اللي يرضيك؟ اللي حصل يا مهران. في الاول سلمت عليه كويس لانه كان وحشني، لكن لما لقيت وشه اتغير وقال ان هو عاوز ياخدنا معاه انا قلت له لا خلينا قاعدين هنا مع جدي وتعالى اسال علينا. تصدق يا مهران انك راجل وراجل محترم كمان، لانك ما كدبتش نمره واحد ولانك رديت عليه صح نمره اتنين. يعني مش زعلان منك؟ لا، ده ابوك في الاول وفي الاخر.